انا راجل بسيط وحياتي كده. فدي حاجه ضايقتك جدا فكتبت البوست. فالست اللي عملت الامانه دي بتقول لي قول لها سامحني. قلت لها قول لها هي سامحاني مش انا مسامح. لكن سبحان الله بيجي وقت تحسي ان البوصله مش متوجهه عليك. وصلوا الناس انها ما تسمعش بودنها، الناس بقت تسمع بوسطها. الموضوع مبقاش له علاقه خالص خالص بالغنى الشعبي. لا. اهلا بيك استاذ سمسم معانا من فيدرال جروب مصر. اهلا بحضرتك وسعيد اني موجود معاكم ومع فريق العمل المحترم. هنبتدي الاول باسئله كده خفيفه، تعريف الناس بيك بشكل لطيف جدا. هنقولك اسمك بقى في البطاقه. اسامه جابر حمد. سنك هتقدر تقول للناس؟ طبعا ما بخبيش ده بصراحه، لان ههرب من سني ليه. انا سني حاليا 53 سنه ومش في 54 ان شاء الله. مواليد ايه؟ 71 ان شاء الله. برج؟ حمل. عرف نفسك للناس الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش عنك. الناس ما تعرفوش طبعا ان انا بره شغلي انا بحب الضحك جدا، انا روحي مرحه مع كل اصحابي، اصحابي القريبين اللي عارفين ده كويس قوي. ما بعرفش اتكلم كلمتين على بعض جد بره الشغل يعني. انا بحب ده جدا، بحب الامور تمشي بسلاسه قوي. لكن انا جوه شغل انا الحمد لله بحب الانضباط قوي، بالذات في المواعيد، تعودت على كده. ايه أسوأ عاده انت بتعملها لحد النهارده نفسك تتخلى عنها؟ اني بثق في الناس. تثق في الناس؟ طب ايه افضل عاده انت شايفها مميز بيها لحد النهارده؟ برضو اني بثق في الناس. واهم عاداتك اليوميه اللي انت ما بتستغناش عنها ابدا؟ ان انا لازم لما اقوم من النوم لازم اشرب ميه على الريق، دي ما استغناش عنها ابدا، دي حاجه اساسيه في حياتي. اهم حاجه في نفسك نفسك تغيرها؟ هي بصراحه هي حاجه تعباني بس مش نفسي اغيرها. هي حبي للي حواليا، بس انا مش نفسي اغير ده، لان انا عارف ان ده بؤجر عليه عند ربنا، بس هو تعبني معاهم. لكن انا سعيد بده ان ربنا خلقني كده الحمد لله. هسألك هقول لك ليه كتبت البوست على موقع التواصل الاجتماعي وقلت انك غلطت، يعني بتعمل غلطة بتصلحها من 30 سنة، المفروض كنت تعملها من 30 سنة، ليه كتبته؟ بص حضرتك، البوست ده كان ليه سبب. في ناس خدته وأولته تأويلات كتيرة جدا. البوست ده كان بعيد عن اخواتي خالص خالص، لان اخواتي دول يعني لو جابوا سكاكين كده وقطعوا فيا، دول اخواتي، دول روحي، وهم طبعا ما بيعملوش كده يعني، هم طبعا روحي واخواتي، كفايه ان هم اولاد ابويا وامي يعني. البوست ده كان ليه علاقه بصله رحم ولكن مش لاخواتي، لان كان ساعه وفاه زوجتي الله يرحمها، حد من ذي صله الرحم تاني يوم وفاه زوجتي عمل فرح ابني. فدي حاجه ضايقتك جدا فكتبت البوست. حتى ما احترمش حرمة الميت، واللي اتعمل فرحه ده زوجتي هي اللي مربياه يعني. ايه بقى القرار اللي انت قلت انه متأخر مفروض تاخده من 30 سنة؟ ان انا كان لازم الناس دي اشوفها من بدري، انا كنت بتعامل معهم بطيبة قوي، فكان لازم ابعد عن الناس دي. بعد وانا حزين لان ما بحبش اقطع صلة الرحم، بس اللي عملوه كتير وده مش حقي عشان افرط فيه، ده حق زوجتي الله يرحمها، فلازم اجيب لها حقها. ليه لسه لابس الدبله لحد دلوقتي؟ علشان انا ما اساسا ما يعني هي جوايا، هي معايا. ومش بالدبله على فكره، يعني هي شيء رمزي، لكن هي بالنسبه لي حاجه عظيمه قوي، حاجه بتجري في دمي، حاجه مش قادره اتجاوزها. الله يرحمها. والناس بتقول ان انا يعني، في ناس تقول ايه زوج وافي لا طبعا خالص. على فكرة الطبيعي ان الانسان يرد الجميل، ما يبقاش ناكر. هي الله يرحمها جمايلها كتير قوي عليا يعني، سطرتني وسطرت ولادي وسطرت بيتي وربت ولادي كويس قوي، وتحملتني وشقيت معايا قوي، احنا ابتدينا من تحت الصفر، وما شفتش منها غير كل خير والله. والله حاسبني ربنا حتى لما يعني بعد الغسل المفروض ان انا ببوسها من قريتها وبقول لها سامحتك، ف
فالست اللي عملت الامانه دي بتقول لي قولها سامحتك. قلت لها هي مسامحاني، مش انا اللي مسامح. قول للناس انت ليه بتحبها. انا ليه بحبها؟ لان كل مواقفها في الحياه جميله. يعني بص حضرتك، لما تبقى زوجة عايشة بس، يعني بعد ما ترضي ربنا، ربنا قبل كل شيء عشان ترضي زوجها بس، ما بديها عن نفسها. لما حد يبقى عايش عشانك، هو هي عايشة في الدنيا الله يرحمها وسامحها، فقط عشان ترضيني، فقط عشان تشوفني سعيد. كل حاجة كنت بحبها كانت بتعملها عشان، أي شيء، حتى نوع الأكل لو هي مش بتحبه تعمل لي اكل مخصوص عشان هو مش مهم، تقول لهم اهم حاجه بابا، تقول للولاد بابا اهم حاجه، بابا اللي بيشقى، بابا اللي بيتعب، بابا كذا. ربت في ولادي حبهم لابوهم، وده كتير قوي من الزوجات للاسف بيفوتهم ده. حتى الزوجه لو مختلفه مع زوجها لازم ما تنسيش ولادها ان ده بابا مهما كان، ان الاب ليه قيمه. ما ينفعش تسقطي قيمه زوجك قدام ولادك، مش صح خالص. ربت في ولادي حبهم ليا واحترامهم ليا، لان الزوج بيبقى غصب عنه طول الوقت الشغل، بيرجع من شغله بينام، بيقعد مع اولاده ساعه ساعتين، لكن هي موجوده معاهم طول اليوم. الزوجه تقدر تبني في ولادها كل شيء سلبي او ايجابي. هي الحمد لله مواقفها عظيمه معايا. افتكر موقف معين مثلا، احنا كان في يوم كنت انا ساكن في شقه، وقتها كان ايجارها 85 جنيه. وده كان ايجار كبير جدا. الكلام ده كان في 96. فكان في بيجي كشاف نور يخبط علشان ندفع الوصل. احنا ما معناش في البيت ولا مليم. فخبط كشاف النور، وكان عندي احمد ابني لسه طفل. فانا سامع صوت كشاف النور خبط على الناس اللي تحت، وسمعت وخدت بالي، فقلت له بص احنا نقعد ساكتين، نعمل ان احنا مش موجودين لغايه ما الراجل يمشي. ونبقى ندفع الشهر الجاي، يكون ربنا فرجها يعني. تمام، كتمنا الصوت وكل حاجه تمام التمام، ونزل الراجل. بعد ما نزل، كنت انا بعد ما اتجوزت كنت بعت الشبكه عشان ما كانش فاضل الا الدبله بتاعتها، ما قالتليش اي حاجه. بعد ما الراجل نزل وتمام تمام وخلاص، انا بقى قمت عشان انام. قمت من النوم لقيتها بايعه الدبله وسايبه لي الفلوس تحت المخده. انا ما قلتلهاش اعملي حاجه، فبقولها لي كده، قالت لي الدبله تنفعنا بايه؟ عادي انت تعوضها تجيب غيرها 10 مرات، ايه المشكله؟ ده حاجه بسيطه، بس انا ما طلبتش. فده بيبقى شيء عظيم لما انت تبقى عندك عطاء من غير ما يطلب منك. لما تعبت وعملت مداخله مع دكتور عمرو، دكتور عمرو الليسي، سجلت فويس، كانت في الفويس بتقول فيه انا نفسي اخف عشان اقوم ارد لكم الجميل. انت متخيله واحده جسمها كله تعب وبتتمنى انها تخف فقط بس عشان تقوم ترد لنا الجميل؟ ده عطاء ربنا ما بيخلقوش الا في ناس معينه. لازم الانسان اللي عنده عطاء ده بقى، فانا ما بوفيش، انا برد دين مش بوفي، انا برد دين. فمحدش يقول لي ان انا وفي، لا. عشان الناس، اهلي وجيراني اللي عارفين زوجتي كويس، عارفين ان ده واحد على مليار من حقها الله يرحمها ويسامحها. فهنستكمل كلام عن زوجة حضرتك بحبك الشديد ده ليها، ليه ما بتظهرش مواقع التواصل الاجتماعي هي وولادها؟ ما ظهرتهاش الا بعد وفاتها. انا بعتبر ولادي وزوجتي حرمات لازم احافظ عليهم. ليه احط صوره لبنتي واحد سفيه يخش يكتب كلمه تحرق دمي؟ ليه؟ ليه اعرض بنتي لده؟ ليه اعرض زوجتي الله يرحمها لده؟ ليه؟ لازم احافظ عليهم. احنا بنشوف تبقى الست محترمه ومحتشمه ويخش حد يكتب كلمه مش كويسه، وكان ده مقصود الاغتيال المعنوي، كانه مقصود ما اعرفش ليه. وما بياخدهمش بقى رحمه بالناس. يعني مش مثلا دي مثلا بنت، اعتبرها اختك يا سيدي، اعتبرها بنتك، اعتبرها زوجتك، اعتبرها خطيبتك، هتقبل عليها الكلام ده؟ اكيد لا. فانا لازم احافظ عليهم. لسه عايش في امبابة لحد النهارده ليه؟
والله علشان أمي ربنا اديها العمر أبقى جنبها، وعشان يعني أنا راجل بسيط وحياتي كده، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني مهما أكرمني أنا شايف نفسي إن أنا راجل ما ينفعش أبقى إلا كده صراحة. ولادك عايشين جنبك؟ عايشين معايا. عايشين معاك؟ حتى متجوزين؟ أحمد ابني متزوج وقاعد في الشقة اللي فوق مني، وبنتي متزوجة في الشقة اللي فوق منه، وبنتي صغيرة مخطوبة إن شاء الله تبقى في الشقة اللي فوق. ده حضرتك كده عادل إمام بقى في عريس جنجها أمنية؟ أنا بحبهم أصلي وما أقدرش أبعد عنهم. طب نرجع كمان لموضوع النادي الأهلي، ليه سبت النادي الأهلي وتحكي للناس قصة انضمامك النادي الأهلي قبل والله أنا كنت بلعب في مركز شباب الجزيرة مع كابتن اسمه الكابتن عبد الرحمن، كان راجل كده أسمراني وطيب وجميل، واتمرنت تحت إيده 3 سنين. كان عندي 13 سنة وكسور، اتمرنت معاه لحد سن 16 سنة، ورحت من عنده رحت الترسانة واتأيدت في الترسانة. وأنا بلعب هناك حصل إن في اختبارات للنادي الأهلي، أنا حلم حياتي مش النادي الأهلي، رحت نجحت في الاختبارات، تغيبت عن النادي الترسانة عشان يعني شيلوني من القايمة ورحت النادي الأهلي. للأسف كنت وقتها بشتغل في الأجازة، بشتغل بلم أجرة من عربيات لأن ما كنتش بحب أخد مصروف من بابا يعني الله يرحمه. فوانا واقف على سلم عربية، عربية جت من ورا دخلت في السلم، السلم التاني على رجلي، قعدت 9 شهور في الجبس يعني بين عمليات بقى وجروح وكسور وقصة طويلة قوي. بعد ما كنت لعبت حوالي بالظبط 4 شهور في النادي الأهلي، وكنت لعبت دوري قطاعات، وبعدين الحمد لله. حضرتك قلت كمان ان كان في معاك حسام حسن او ابراهيم حسن. الكابتن حسام والكابتن ابراهيم كانوا فيرست تيم، لكن انا كنت لسه ناشئين. طب ليه رحت النادي الاسماعيلي؟ حضرتك المفروض ان انت عضو في نادي اسماعيلي، وكانت زميلي الكابتن عضو جماعه ومية في نادي الاسماعيلي الكابتن روحي حياه جلال كمان. وليه ما مش في الاهلي مع انك اهلاوي صميم؟ ليه انا رحت النادي الاسماعيلي قصدك؟ ليه عضو؟ انا عارفه ان حضرتك عضو. عضويه النادي الاهلي غاليه جدا بصراحه، عشان ابقى امين معاكي. عضويه النادي الاسماعيلي، انا بحب الاسماعيليه قوي، سيبك بقى من الغلاء كمان والرخص، انا بحب الاسماعيليه جدا، مرتبط بشعب الاسماعيليه ارتباط كبير قوي، بحب النادي الاسماعيلي قوي، ولي اصدقاء عزاز على راسهم رحمه الله عليه الكابتن ايهاب، طبعا كابتن حسني عبد رب، وكباتن كتير قوي قوي قوي، كابتن عمر جمال والجيل بقى القديم بقى، كابتن عطف عبد العزيز وكابتن ابو طالب العيسوي، كل دول بنلعب خماسي مع بعض، بنلعب كره خماسي مع بعض، وقريبين لبعض جدا. انا بعشق النادي الاسماعيلي، وانا ما كانش عندي المقدره ان انا ادفع وقتها يعني ان انا اعمل عضويه النادي الاهلي بصراحه. حضرتك كمان قلت على كابتن ايهاب جلال ان هو اتظلم. طبعا طبعا. بص حضرتك، احنا عندنا عيب خطير قوي، لما بنيجي ننتقد حد احنا بنقتله مش بننقده، احنا بنقتله، بنموت جواه حاجات كتير قوي. يعني ايه انا اطلع اقول على واحد مثلا يعني ده ابيض، ده ما بيفهمش، ده كذا ده كذا، نتيجه ايه بقى؟ عادات المصاطب اللي على القنوات، عادات مصاطب تقطع في الناس بس، تقطع في لعيبه، تقطع في مدربين، تقطع في اتحاد كوره، تقطع في حكام، تقطع في انديه، تقطع في جماهير، عادات مصاطب ولا مبنيه على شيء علمي ولا ناس فاهمه حاجه، مش كلهم الا من رحم ربي. فمش صح. كابتن ايهاب لما مسك المنتخب اختلوه معنويا، حتى اتحاد الكوره في راجل يقال هو في الطياره بعد تاني ماتش، ده عدل؟ ده مش عدل، ده مش عدل، عشان مالوش ظهير. لو هو مدرب اهلي ولا زمالك ما كانوش يقدروا يعملوا كده، الظهير الجماهيري، عشان مالوش ظهير اختلوه معنويا. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يتسبب في اذى اي انسان، الأذى المعنوي ده أكبر من أي أذى تاني على فكرة. رحمة الله عليك الراجل مؤدب جدا جدا بشهادة الجميع مش بشهادتنا، راجل عمره ولا عمل تصريح عن أي نادي بأي سوء ولا عن أي لعيب بأي سوء، ورغم ذلك لما مسك المنتخب هاتك يا تقطيع، ليه كده؟ هو مش مصري؟ هو مش حقه علينا ده؟ فالله يسامحه.
هنكمل كلامنا على كابتن إيهاب جلال، يقول لنا عن علاقة الصداقة اللي بينك وبينه، هل حكى لك حاجة قبل كده؟ لا بصراحة عشان ما اكذبش، انا طبعا علاقتي ابتدت بالكابتن عن طريق كابتن سيد سيكا اخويا وحبيبي، هو اللي قريب جدا للكابتن ايهاب. كنا بنقعد مع بعض يعني مثلا بعد التمرين اروح له التمرين في النادي لما كان ماسك النادي الاسماعيلي، الفتره مش دي اللي قبلها اروح له التمرين مصر المقصه كنت اروح له. كابتن حمد ابراهيم طبعا اخويا انا قريب ليهم جدا 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 يعني، وفي حته الحمد لله عشان هم كمان محترمين قوي، فانا سعيد بان اعرفهم، الواحد بيتشرف ان يعرف ناس محترمه. كابتن مصطفى كمان مدرب حراس المرمى، الناس دي اصدقائي قريبين ليا قوي. عمري ما اتكلمت مع الكابتن ايهاب في خصوصيات، طبعا نتكلم ان جنرال في العام، لكن هو انا عمري ما سمعته في مره واحنا قاعدين يتكلم على حد، عمري، دايما كلامه بالخير، هو خلوق فعلا، الله يرحمه ويسامحه ويصبر اهله ويصبر كل الناس اللي بتحبه. صدقيني هو قطع بكل الناس اللي بتحبه، هو حد والله العظيم انسان الله يرحمه ويسامحه جميل جميل. ليه بقى مش بتحب المهرجانات؟ مش بحبها، هو بصي البهجه الشيء اللي يبهج الناس شيء حلو جميل قوي، لكن الكلمه اللي بتتقدم اعتقد فيها كتير قوي صعب على الناس. طب بلاش الكلمه بقى، الطريقه بقى. طب بلاش الطريقه، شوفي حضرتك الناس دولت في أي حوار أو في أي حديث بيصدروا صورة عن مصر عاملة إزاي. أظن ده حقك وحقي وحق كل السادة المشاهدين إن صورة مصر تبان طيبة، شوف الصورة اللي بتبان إزاي. زي مين مثلا؟ لا مش عايز أذكر أسماء لأن أنا ضد النهين أي حد، أنا مش مع ده خالص، لكن أنا بتكلم بوجه عام إن الناس دي فعلا بيعملوا صدروا صورة عننا سيئة قوي. وتخيلي إن الوطن العربي بقى شايف إن هو ده الفن الشعبي، تخيلي حضرتك. إحنا هيجي لنا سؤال تاني الفن الشعبي، لكن نكمل المهرجانات. هل كنت شايف إن قرار النقابة في فترة ما بإلغاء تصريح مطرب المهرجانات كان صحيح؟ كنت بتأيد القرار ده؟ لا أنا مش مع إن أنا أصلا أنا لما بهاجم بخلق تعاطف من الناحية التانية، لكن أنا مع التقويم، إن أنا أقوم يعني إيه؟ يعني أشوف الغلط فين وأصلح. تعالى حبيبي أنت مش مثقف، أعمل لهم دورات تثقيفية فنيا وحتى على مستوى اللغة والحوار، لأن دول مثلا بيطلبوا هنا أو هنا ربنا يصلح لهم الحال، لازم يمثلوا مصر بشكل كويس. ده اللي أنا بقوله والله، بس قدم كلمة كويسة تسأل وتحاسب عليها، لكن انا ضد ان انا امنع. المنع بيولد حاله من التعاطف من الناحيه الثانيه، طب يبقى انا كده هكبر من غير ما اقصد. لا انا تعالوا اعمل ايه، انا اقومكم واشتغلوا زي ما انتم تمام التمام، بس تعالوا نصلح الغلطات بتاعتنا، ده كل كلامي. تعالوا نقدم مزيكا كويسه، ده كل كلامي، انا ولا ضد ولا بكره ولا الكلام ده كله، انا ضد كل شيء سيء، كل شيء يسيء لولادنا ولبلدنا انا ضده بس، لكن والله ما في بيني وبين اي حد فيهم غير كل خير. انا ما فيش اساسا علاقه تربطني بيهم لكن غير كل خير، انا مش عمري ما اكره الخير لحد، لكن المساله كلها في التقويم. طب مين مطربين المهرجانات حضرتك ممكن تسمعهم؟ انا احب مسلم، صوت قوي. مسلم مين؟ في اتنين. لا اللي هو بيغني مهرجانات، بيغني مهرجانات مش بتاعت نسيت. اوكي. وفي عمر كمال بيغني، عمر كويس قوي صراحة يعني. وفي ناس تانية، في ناس تانية أنا ممكن ما كنتش سمعتهم بس فعلا دول بيغنوا كويس قوي. وفي كمان ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتاع اسكندرية، ولد الجميل ده عايز أفتكر اسمه، حودة بندق. حودة بندق حودة ده جميل، عسل ومؤدب قوي يعني، حودة ده حد مؤدب برضو جميل كده وبيحاول يقدم جديد، فربنا يوفق. عندك تعليق عن أزمة عصام صاصة اللي حصلت في الفترة الأخيرة؟ وكنت بتسمعه ولا لا؟ لا بصراحة ما سمعتوش، لكن أكيد أكيد سمعت اسمه كتير قوي لأنه ما شاء الله انتشر بشكل قوي جدا، وأنا متعاطف معاه، الله يرحم اللي توفى، أنا متعاطف معاه مش لأنه صح لا سمح الله ولا حاجة، لا خالص، لأنه ولد صغير كلنا بنغلط،
الله يرحم المتوفي، وانا اتمنى 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 اهل المتوفي لو يقبلوا، لو في دية عرضت عليهم علشان الاولاد ولاده يتربوا، اولاد المتوفي الله يرحمهم ويسامحهم يتربوا. واتمنى ان عصام يكون استفاد من الدرس وربنا يخرجه منها على خير ان شاء الله، ويكون باذن الله يخرج افضل مما كان، لكن هو حد طيب يعني صراحه. توجه رساله لعصام صاصا؟ مش لعصام بس، لاي حد في ضيقه او في شده ربنا يا رب يفرج عليه ان شاء الله ويخرج منها احسن ان شاء الله. حضرتك قلت قبل كده ان الفن الشعبي في حادثه، وحضرتك بتقول ان المهرجانات مش فن شعبي، ايه الفن الشعبي اللي حضرتك شايفه في حادثه من وجهه نظرك، ومين اللي بيغنيه؟ ما الحادثه اللي حصلت على المهرجانات يعني، دي الحادثه اللي حصلت. شكل المزيكا اتغير، اولا ما بقاش عندنا اغنيه ليها انترو. انترو المزيكا اللي في الاول اللي كنا بنسمعه ونقعد بنسقف كده عشان الموسيقيين يعيدوا تاني، ده ما بقاش موجود اساسا. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما بقاش عندنا حاجه اسمها هارموني او بيزكس اللي هي المزيكا اللي تحت المطرب وهو بيغني، لا هو كل الموضوع عباره عن بس. فبقت الناس وصلوا الناس انها ما تسمعش بودنها، الناس بقت تسمع بوسطها. فالموضوع مبقاش له علاقه خالص خالص بالغنى الشعبي. لا، الغنى الشعبي يعني غنى الشعب. الاغنيه الشعبيه هي اغنيه الشعب، اغنيه الناس. حضرتك هترد تقولي لي بس ليهم قاعده كبيره جدا، هقول لك الاندر ايج او الاوت اوف مايند، المغيبين. لان طبعا الحاجات دي بتهايبر يعني بدون تفسير. مين شايفهم من نجوم الفن الشعبي الموجودين دلوقتي بيغني شعبي؟ لا كتير طبعا. مين؟ انا بحب جدا احمد شيبه طبعا، حبيبي واخويا. طارق الشيخ طبعا، بحب احمد سعد، ده العشق بتاعي فنيا. احمد سعد في كل لون. بحب جدا بهاء سلطان، مصطفى حجاج. بحب طارق الشيخ، محمود الليسي، رضا البحراوي جميل بس لو يبطل اللي بيعمله يعني، يلا وبعتها له وديها له. رضا ده جميل، رضا ده متمكن متمكن، بس ما اعرفش ليه عمل كده، ما اعرفش ليه عمل الحاجات دي. متمكن رضا انا بحبه، وصوت صوت ماسك نفسه، ربنا يكرمه ويوفقه. بس اتمنى يعني ما يعملش الحاجات دي. تجمعك بيه صداقه، هل وجهت له نصيحه؟ ده اخويا الصغير وحبيبي يعني، انا عايزه بقى. بصي انا اتمنى الخير للجميع، بس انت قدم كلمه بس ان شاء الله. ورضا يقدر يقدم، يقدر يقدم كلمه حلوه قوي. ويا ريت بقى نخرج من اغاني المعايرات بقى، انا والمعلم وخيري عليك ويصفر ويخضر ويحمر ويبيض ويا كحلي ويا برتقاني. يا جماعه يا جماعه، الفن الفن انك تقدم كلمه تمس قلوب الناس، مش كلها في اتجاه واحد. زي مثلا بلوم على بعض المطربين اللي ما بيغنوش شعبي، ان كل الحياه حب، كلها وبحبك وشعرك وعينيكي ايه يا سيدي، هي الحياه ما فيهاش الا كده؟ الحياه مليانه كل حاجه. ناقش ناقش قضايا المجتمع، شغلتك كفنان كده انك تتكلم عن قضايا المجتمع. ناقش ودور على حلول، خلي الناس تسمعك. هي دي، ده اللي احنا اتربينا عليه، ده الفن الشعبي. لكن غير كده لا، ملوش علاقه بالشعب. وليه سمسم شعب ما بيغنيش مثلا شعبي كوميدي؟ لا بغني، مين اللي قال كده؟ قصدك شعب فريش ضاحك يعني؟ لا انا عامل ده، بس الناس مش قابله كده. اعمل انا ايه بقى؟ انا اتصرف كيف يا عبد الرحيم؟ اتصرف كيف يا عبد الرحيم؟ اعمل ايه يعني؟ انا عملت، بصي عملت المسيطر، عملت حته باتيه واللي ما حدش همه بيقول عني ان انا في الحب. انا اعدي لك ده عامل، ده انا عامل غنوه بتقول لي تعيشني في نار وانت واخدها هزار، هعمل لقلبك قاعده واجيب لك ناس كبار، رقصت لك في الحاره ومسكت لك زماره، عورت نفسي عشانك وطلعت في الاخبار. طب اقول لهم ايه تاني بقى؟ انا في اكتر من كده ضحك؟ لا. بس الناس مش، الناس حابه سمسم في الدراما، اعمل ايه طيب؟ ليه سمسم شهاب مختفي من الساحه السينمائيه؟ ده سؤال مهم. بصي محدش بيقصد يختفي عمدا، واللي يقول لك كده يبقى بينافق نفسه. انا اتمنى التواجد، لكن سبحان الله بيجي وقت تحسي ان البوصله مش متوجهه عليكي، اللي عليكي بقى انك تدوري على الاسباب علشان تحاولي توجهي البوصله عليكي تاني. فانا بحاول ادور على الاسباب وبسعى، لكن انا اتمنى والحمد لله الفتره اللي فاتت انا عملت اخر حاجه فيلم دولارات، انا عامل تتر الافان تتر بدايه ونهايه، الافان تتر والفينال تتر.
انا عامل الاغنيه بتاعت الفيلم دعائيه، وبعمل حاليا الحمد لله مسلسل مع الاستاذ خالد زكي، عامل فيه دور تمثيلي، وعامل تتر النهايه. واللي مخليني سعيد جدا ان تتر البدايه غناء النجم الكبير استاذ مدحت صالح، فان اسمي يقترن باسم ده شيء مشرف صراحه. ليه حضرتك مش متواجد في التمثيل كمان بشكل يعني دائم، مع ان حضرتك شاركت في اعمال كتيره كممثل؟ انا اشتغلت مسرح كمان، مسرح دوله، اشتغلت بطوله. بس شوفي انا ما زلت بقول ان لسه ربنا سبحانه وتعالى ما اذنش، واكيد في وقت ربنا شايفه هو اعلم بيه. انا بسعى، والمسلسل بتاع الاستاذ خالد زكي انا فيه تمثيل ان شاء الله. بالمناسبه انا عايز اقول عن الاستاذ خالد زكي اني انا كنت بحلم اسلم عليه، انا بحبه على المستوى الانساني. لما قابلته اكتشفت ان انا كان احساسي صح، وبالعكس ده يمكن اللي انا حاسه اقل بكتير جدا من اللي هو فيه. ده هو حاجه عظيمه في اللوكيشن، لا فنان كبير فنيا واخلاقيا، بيحتوي اللي حواليه. ايه العظمه دي؟ ربنا يكرمك يا رب. هل شايف ان انت قطعت الصحفيين فتره بسبب تصريح صحفي لما قال ان حضرتك بتغني في الكباريهات لانك محتاج فلوس؟ ده كان صحفي اقل ما يقال عليه حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. مش عايز تعلق على الموضوع؟ لا بس ده حقيقي، حضرتك قطعت فتره الصحافه والاعلام بسبب التصريح ده. يعني ايه انا اقول حاجه وانت تقول حاجه تانية؟ ليه تخلي الناس تخش تشتمني وانا ماليش ذنب؟ ليه تخلي ولادي يشوفوا شتيمه على باباهم؟ ليه يعني؟ مش عارف. فعلا حضرتك قلت قبل كده ان انت ما بترفض ظهور الرقاصين معاك حتى في اي فرح. ده من شروطك. تمام. شايف ان في دلوقتي لما حضرتك مش كبرت، انت لسه صغير يعني، بس بقى ايه، في ناس كتير بتشبهك بالفنان حلمي عبد الباقي شكلا. ده يشرفني. اولا هو اخويا الكبير، انا لسه على فكره منزل له بوست امبارح بعيد ميلاده بقول له كل سنه وانت طيب. الاستاذ حلمي ده فنان محترم وفنان مؤدب قوي وسيرته طيبه جدا، وانا يشرفني ان حد ما يعني يمثلني بيه، ده شرف ليا طبعا، انا بحبه قوي. مين تأتمن على سرك؟ أأتمن على سري نفسي بس. تثقش في حد؟ بثق في كل الناس بس في نفسي أكتر. مين أغلى حد عندك؟ ربنا. مين فرق معاك فراقه؟ كلهم. مين؟ بس يعني طبعا بداية أبويا رحمة الله عليه، وأخويا رضا كبير، وزوجتي قطم ظهري. يعني انا عارفه ان حضرتك ليك علاقه مع وطيده بوالدك، ليه تاثير كبير عليك. الروح ده، روحي ده. اتعلمت منه ايه؟ اتعلمت منه ايه؟ الصبر. كان موجود وحضرتك بتطلع وتشتهر وكده؟ كان موجود؟ كان لسه عايش؟ كان موجود لحد قبل ما ربنا يكرمني بشويه. كان ايه رد فعله؟ كان بابا وماما كانوا بيعرضوني، لان والدي ووالدتي يعني احنا من عيله متدينه جدا، كانوا بيعرضوني وكانوا ضدي. بس بابا لما لقاني مصر فخلاص انصاع للامر الواقع، وكمان لما سمع اللي انا بقدمه، لان بابا مسميها ست ام كلثوم. مين لا يمكن تسامحه في حياتك؟ كل اللي اذى زوجتي. أنا بالنسبة لي أي حد عمل معي أي حاجة أنا مسامحه، لكن مع زوجتي مش مسامحه ومش هسامحه لغاية ما أقف قدام ربنا وأختصم. مين إنك ندمت تتعامل معاه في الفن؟ ندمت؟ آه. إني تعاملت معاه في عمل فني؟ آه. لا والله أنا كل الناس تعاملت معهم الحمد لله، حتى لو ربنا ما وفقناش علاقتي بهم طيبة. مين غنيت له أغنية مخصوص وإيه هي الأغنية؟ حفيدي أسامة. ده روح أسامة. ده مش الحتة الجوانية، ده كلي أسامة، ده النفس اللي بتنفسه. ليه اخترت اسم سمسم مع ان حضرتك اسمك أسامة؟ مين اللي اختار لك الاسم ده؟ I have no choice، ما كانش عندي اختيار. الناس هي اللي سميتني كده، ومن الكورة على فكرة مش من الفن، من الكورة، لأن أنا كنت في المنطقة عندنا
يعني من الناس اللعيبه بقى وبعمل الدورات وكده، تعمل الدوره واخدها يعني بصراحه. مين لك محاضرتك المفضل في الفن الشعبي او بشكل عام؟ بص بشكل عام ست ام كلثوم عندي رقم واحد، ومحدش يعني ينافسها في اي حاجه، والاستاذ عبد الحليم. دول بشكل عام دول العشق بتاعي. في الفن الشعبي انا بعشق ثلاثه، الاستاذ محمد قنديل رحمه الله عليه، الاستاذ حسن الاسمر. استاذ محمد قنديل لقوه صوته وعظمه صوته واخلاقه، استاذ حسن الاسمر لطيبته، راجل عاش ومات محدش حس بيه، بس قدم نوعيه مختلفه من الاغنيه الشعبيه الناس كانت بتصدقه، كان بيغني باحساسه، فانا حاولت اكسب المدرسه دي منه. الصوت الثالث اللي انا متيم بيه في الفن الشعبي هو احمد سعد. هقول لحضرتك خمس مشروبات وخمس اكلات، هتديني تعبير وشك ان انت بتحبها وما بتحبهاش. القهوه، تعبير وشك طبعا، محشي ما بحبش محشي، البسبوسه، كوارع طبعا، حمد الوزير دي. الماتشا. الايه؟ ماتشا. انا ما اسمعش عنها دي بصراحه، انا اخر حاجه عرفتها الملوخيه، ما اعرفش الماتشا دي.